في خبر آخر، يعني هناك تقلص لمساحات القمح ينذر به أزمة رغيف الخبز في تركيا، حيث حذر أرن عنهان أولسوي رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في مدينة أنطاليا جنوبية تركيا من تداعيات انكماش المساحات المزروعة بالقمح في البلاد وتأثير هذا على تراجع الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول. وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، جاءت تصريحات أولسوي عقب اجتماع عقد بأنطاليا لمناقشة الأزمة وسبل حلها، وذكر أن مساحة زراعة القمح في تركيا انخفضت عام 2018 بنسبة وصلت إلى 23% لتصل إلى 7.3 مليون هكتار، بعد أن كانت في عام 2000 نحو 9.4 مليون هكتار، ومن المتوقع أن تنخفض هذه المساحة بنسبة 5% في عام 2019. كما أوضح أولسوي أن هناك احتمالية لزيادة أسعار الخبز نتيجة تراجع مساحة زراعة القمح. طبعا ده في وقت سابق، الأسبوع الجاري شهدت أسعار الخبز زيادة بمقدار 25% بكل من أنقرة، اسطنبول وإزمير في موجة جديدة من موجات الغلاء التي لا تجعل الأتراك يلتقطون أنفاسهم.